خليني اشوف مع حضراتكم واحنا بنتكلم عن اقتصادنا وحياتنا اللي احنا فيها، نشوف الناس العظيمة اللي بنات زمان الاهرامات وبنوا حضارة وسابولنا اثار اجدادنا العظماء. معانا النهاردة جلالة الملك زوسر. الملك زوسر صاحب هرم سقارة المدرج. يعد الملك زوسر الذي عرف باسم نتري خنت هو المؤسس الأسرة الثالثة، ودام حكمه نحو 29 عاما، وهو أول ملك بنى لنفسه مقبرتين، الأولى بصفته ملكا للوجه القبلي، وكانت على شكل مصطبة ضخمة مجهزة بمنحدر عميق وتتبعها عدة حجرات تحت الأرض، وبعدها قام ببناء المقبرة الثانية وهي هرم زوسر المدرج، والذي قام ببنائه المهندس المعماري إم حتب. تم بناء المقبرة أو هرم زوسر على شكل مصاطب مربعة، وهذه المقبرة تعد أقدم هرم عرف إلى الآن في التاريخ. ويقول بعض علماء الآثار إن البناء هو حلقة الوصل بين المصطبة والهرم الحقيقي، ويتكون الهرم من 6 مصاطب طوله حوالي 60 مترا، وكل مصطبة أصغر حجما من التي تحتها. كان الملك زوسر أول حاكم يصدر ما يسمى بتعديلات دستورية، وهي مجموعة من التعديلات شملت 13 مادة جاءت في المقام الأول لتحدد صلاحية الحاكم والتنازل عن بعض هذه الصلاحيات لرئيس البلاط الملكي وللكاهن الأعظم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لفترة الحكم والتي كانت بلا سقف إذ تنتهي بموت الحاكم، وكان هذا السقف 30 عاما. عثر في دهاليز هرمه المدرج على أواني من الأحجار الصلبة من المرمر والجرانيت والديروت والإردواز، ووجد بين هذه الأواني أشكال تنم عن منتهى الرقي في دقة الفن وحسن الذوق والأناقة. عثر على تمثال للملك زوسر في سردابه، وكذلك كشف عن عدة مباني له وبخاصة معبده الجنائزي ومقبرة ابنتيه، وهذه المباني تضع المهندس الذي وضع تصميمها في أعلى مرتبة من الشرف والعلم.